السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن استعدادا للفرض الأول من السنة الدراسية الحالية بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا علوم طبيعة الحال، ارتأيت أن أتقاسم معكم مجموعة من التمارين، أو بالأحرى تمرينين. التمرين الأول يتعلق باتصال دالة وبمبرهنة القيم الوسطية، والتمرين الثاني يشمل دراسة دالة دراسة شاملة. إذن على بركة الله، إذن vous avez une fonction f de x، هاي بطبيعة الحال أمامكم، يمكنكم دير اون بوز وتجاوب على السؤال، ثم بطبيعة الحال دير المقارنة سواء بالنسبة اللي دايرين بيوف أو بالنسبة اللي دايرين عادي. دونك مونتري كو لا فونكسيون اف كونتينيو، أي بين بأن الدالة متصلة في النقطة صفر. إذن باش نبين بأن الدالة متصلة في النقطة الصفر، خاصنا نقلبو على لا ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس إلى صفر. كاين صفر موان وصفر بلس على حسب المجال التعريف. إذن بالنسبة لنا حنايا، إلى عودتي هنا بصفر غتلقى شكل غير محدد. إذن غنديرو شناهي، شنو هو الإجراء اللي غنقومو به؟ هو خص نفكرو في شيء ما اللي هو المرافق. إذن عندنا هنا إكس بلس 4 موان 4 موان إكس سور إكس، غادي نحاول نضربها في المرافق اللي هو إكس بلس 4 بلس 4 موان إكس، ونقسم عليه بطبيعة الحال إكس بلس 4 بلس 4 موان إكس. إذن عبارة عن متطابقة هامة، أ موان بي في أ بلس بي كتعطينا هي إكس، دونك هي لا ليميت عندما تؤول إكس إلى زيرو موان إكس بلس 4 موان 4 بلس إكس سور إكس، إكس بلس 4 بلس 4 موان إكس. Donc c'est la limite de 2x, donc x lorsque x tend vers 0 moins, donc 2x, donc x ma x m'chèze, ça sera racine de x plus 4 plus 4 moins x. Donc lorsque x tend vers 0, vous remplacez x par 0, donc racine de 4, donc racine de 4 c'est 2, 2 plus 2, racine de 4. Donc je vais remplacer x par 0, racine de 4 c'est 2, ici racine de 4 c'est 2, donc 2 plus 2 ça fait 4, il reste 2, donc c'est quoi? C'est 1 demi. Donc soit que x tend vers 0 moins, soit que x tend vers 0 plus, donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, c'est aussi la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, ça reste toujours égal à 1 demi. Donc si on remarque la donnée c'est f de 0, c'est 1 demi. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit donc que la fonction, donc la fonction f est continue en 0. Bien maintenant elle est de la mutasila fin nocta 0. L'an on va le soual tani. عندنا ليكواسيون x3 plus racine de x plus 1 moins 7 égale à 0. On va poser cette fonction là comme étant g de x. Donc pour montrer qu'il existe un certain alpha appartenant à 1, 2, tel que g de alpha égale à 0. دونك هذه تتمم مباراة القيم الوسطية، خاصنا بعض الشروط اللي خاصها تحقق. الشرط الأول هو أن لا فونكسيون جي إي كونتينيو، بيان سور كونتينيو سور لانترفال 1 2، بويسك لو دومين ديفينيسيون سي موانز 1 بلس لانفيني، حنا عندنا خدامين في 1 2، دونك إلي بيان سي فونكسيون بيان كونتينيو سور 1 2. دونك إنو غيست دو ديتيرميني est-ce qu'il est croissant ou bien décroissant. الرتابه ديال الداله جي، اذا في الحاله خاص نقلبوا على جي بريم دو اكس اللي هي ماذا؟ هي 3 اكس كاري بلس 1 سور 2 راسين دو اكس بلس 1، سي فاسيل دو لا كالكولي. اذا تلاحظوا بانها اكبر قطعا من الصفر، وفي هذه الحاله اذا عندنا هذه الشروط هذه، يعني ان الداله جي
elle est strictement croissante. Donc, strictement croissante, il nous reste une autre condition de chercher G de 1 et G de 2. Donc, G de 1, vous allez trouver c'est 1 plus racine de 2 moins 7, donc c'est racine de 2 moins 6. Alors que G de 2, c'est 8 plus racine 3 moins 7, donc c'est 1 plus racine 3. Ça, bien sûr, racine 2 moins 6, c'est quelque chose de négatif. Là, c'est positif. Il y a un G de 1 fois G de 2 est négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, il existe donc un certain alpha entre 1 et 2, tel que G de alpha égale à 0. إذا غنكون هنا السؤال الثاني. إذا هذه المباراة القيم الوسطية لابد كاين فيها اختلافين، إما أن يقول لك مثلا بين بأن المعادلة ديال جي دو إكس تيكال زيرو تقبل على الأقل حلا على الأقل حلا أو حلا واحدا، في حالة تقبل على الأقل حلا هنا تيقع عندك غير دو كونديسيون أو جوج شروط خاصك تبين بأن لا فونكسيون بأنها كونتوني متصلة وأنها راتبة. بينما عفوا بين كونتيني وبين ان هذا لا كونديسيون تتحقق في حاله الا كان حلا واحدا خاص يكون هاد ثلاثه الشروط طبعا الحال خاص تتحقق كلها. اذا غندوزو للسؤال الاخر هو السؤال رقم ثلاثه. دابا غندوزو لواحد التمرين هو تمرين ديال الداله دراسه الداله دراسه شامله. بطبيعه الحال هذه الدراسه الداله تاخذ حصه الاسد من حيث النقاط، وكنت ذكرت لكم بانه خاصكم دائما تمرنوا على دراسه الدوال لانها مهمه جيدا ولا تكون تاخذ نقاط بزاف. اذا اول سؤال يطرح عندنا فونكسيون اف دوكس تيكال اكس موان دو راسين دو دوز اكس موان زان اون فودي دو تيرميني لو دومين ديفينيسيون يعني مجال التعريف. اذا مجال التعريف ديال اف هو مجموعه العناصر التي تنتمي الى ار بحيث خاص يكون دوز اكس موان زان اكبر او يساوي الصفر. هذا بطبيعه الحال سهل اي انه هو ان هو المجال ان دومي بلس لانفي. اذا السؤال الثاني ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني. اذا بلس لانفيني مول لانفيني هو الشكل غير محدد. اذا خصنا نفكروا في شيء اخر دونك هو ليميت ديال بلس لانفيني غندير هنا اكس موان تلاحظ بانها نقدر ندير اكس او كاري فاكتور دو 2 سور اكس موان 1 سور اكس او كاري. دونك سي لا ليميت لوس اكس تون فيغ بلس لانفيني دو اكس لا راسين دو اكس كاري هي لا فالور ابسولي دو اكس وغتبقى عندي هنا 2 سور اكس موان 1 سور اكس او كاري. إذا نقدر نعمل بإكس 1 موان 2 سور إكس موان 1 سور إكس كاري. إذا بطبيعة الحال هذا يؤول إلى الصفر غتبقى عندي واحد في هذا بلوس لانفينيك دونك سي بلوس لانفيني. إذا هنا ثم أحسب إف ديال 1 دونك إف دو 1 غتعوض إكس بلاف 1 دونك هي 1 موان 2 موان 0 دونك هي 1 موان 1 صافي 0 دونك اف دو 1 ايكال 0. كاينه واحد الطريقه اخرى ما طرحتهاش في السؤال هو عندما تنوجدو ليميت دو اف دو اكس تيكال بلس لانفيني الفو شيرشي اوتوماتيكومون ليميت دو اف دو اكس سور اكس لو اكس تونفير بلس لانفيني. اذا غنديرها مباشره هنايا غتحيد هذه غتبقى هي ماذا هي 1. اذا هنا الفو شيرشي لا ليميت de f de x moins ax يعني lorsque tend vers plus l'infini. إذا لحيدنا x غتبقى لا ليميت ديال ماذا ديال موان 2x موان زان سي موان لانفيني. إذا في هذه الحالة هذه نقول بأن المنحنى ديال السي اف يقبل فرعا شل جميعا باتجاه المستقيم ديال المعادلة إيكغيك إيكغار إكس. إذا لو كان عندنا هنا بي غنقول عندنا محور مائل. إذا حنا ما غاديش نهتموا بهذه المسألة هو أن عندنا هنا فقط فرع الشل الجمعي باتجاه المعادلة ديال المستقيم إيكغيك يساوي إيكغيك يساوي إكس. إذا الآن غنمروا ليتيد دو لا ديريفابيليتي. إذا هنا دراسة الاشتقاق في نقطة معينة. إذا قابل الاشتقاق خصنا نقلبو خصنا نقلبو على لا ليميت دو إف دو إكس موان إف دو أن دومي سور إكس موان زان دومي لوغس إكس تونفير أن دومي باغ فالور بلوس. إذا هنا غادي نحاولو نعوضو شنو هي إف دو إكس هي إكس
2x moins 1 sur x moins 1 demi وغتبقى f ديال 1 demi f de 1 demi عوضتيها تما غتعطيك 1 demi دونك هنا نقدر ندير هي لا ليميت لوس x tend vers 1 demi plus donc x moins 1 demi moins 2x moins 1 sur x moins 1 demi. Donc je la fais directement. X moins 1 demi sur x moins 1 demi, c'est 1. Donc c'est 1. Donc on dit moins 2x moins 1 sur x moins 1 demi. Donc c'est toujours lorsque x tend vers 1 demi plus de 1 moins 2x moins 1. Je mets en même dénominateur, ou à la fois, غتبقى عندي هنا 2x موان 1 سور 2 دونك غنتولي هنا 2 غنطلع الفوق غتولي هي دونك ني اوتر كو لا ليميت لوغسك تان فيغ 1 دومي بلوس دو 1 موان 1 سور راسين دو 2x موان 1 لان راسين دو x سور x هي 1 سور راسين دو x ولكن غتبقى لنا واحد ملتيبلي باغ 2 دونك هنا لا ليميت Lorsque x tend vers 1 demi plus, donc c'est 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, moins l'infini. Idem, f est non dérivable au point 1 demi, bien sûr, à droite. Ou bien, ولكن هناك كونكلور دونك كونكليزيون نقول بان السي دو اف ادمي اون دومي تانجونت جو ليكري اون ابريجي دومي تانجونت بيان سور اورينتي فير لو با سا سي تري انتيريسون باسكو اون اجا تروفي بوان لانفيني دونك سي فير لو با اون باس ا لوتر كيسيون هنا تنقولوا بان الداله او المنحنى ديال الداله اف يقبل نصف مماس متجه او اتجاهه نحو الاسفل هذا بالنسبه للبكالوريا عاديه اذا بالنسبه للسؤال الرابع مونتري كو اف بريم ايغال ادريسي لو طابلو دو فارياسيون دونك جو باس ديريكتومون ا اف بريم بيان سور افيك اكس بيان سور ابارتونون ا ان دومي اوفير دونك اف بريم دو اكس سي كوا سي اكس موان 2 اكس موان 1 La dérivée, donc c'est 1, moins la dérivée de ça, de racine de x, c'est racine de f de x, c'est racine, et f prime de x sur 2 racine de f. Donc la dérivée de ça, c'est 2 sur 2 racine de 2x moins 1. Donc c'est 1 moins 1 sur 2x moins 1. Donc en mettant en même dénominateur, donc 2x moins 1, moins 1 sur racine de 2x moins 1. موانزا دونك هنا واش اللي خليتها بحال هكا بطبيعة الحال خاصني نزيد نعاود ديفلوبيها دونك اش غنقول هنا غنضرب في المرافق اللي هو ماذا 2x موانزا موانزا فوا 2x موانزا بلوس 1 لو تو سور راسين دو 2x موانزا راسين دو 2x موانزا بلس 1 لان هذا غيتسهل ليا باش ندرس الاشاره ديالها اذا غتعطينا هذه هي 2x موانز 1 او موان بي فوا ا بلس بي هي ا كاري موان بي كاري سور راسين دو 2x موانز 1 2x موانز 1 بلس 1 سوا ديزون 2x موان 2 دونك سي 2x موانز 1 سور راسين دو 2x موانز 1 fois racine de 2x moins 1 plus 1. Et de maintenant, on l'achète. Et on a dit de nature, il m'a qu'un fa ou de imam moujab. Et on a bien sûr, quel que soit x appartenant à 1 demi plus l'infini. Et d'un tel l'achète, on a dit que f prime de x égale à 0. Yani, on a x de sa oui 1. Même on a hna. Yani, a f de 1 qu'on a ha, ou je n'ai hier 0. Yani, on a c de f. Admet une tangente horizontale au point, au point A, maintenant, à
ان والصوره ديال ان شنو هو هي زيرو. دونك ان دومي طونجون يعني ان المنحنى ديال الداله يقبل واحد نصف مماس او المماس افقي في النقطه زيرو. اذا شي كل هذه الامور خصنا نوظفوها بطريقه بحال في انشاء المنحنى. الان خصنا طابلو دو فارياسيون، اذا ما خليتليش المكان ديالو، ولكن فوالا غادي نحاولوا نديروه في ورقه اخرى ان شاء الله، او نديروه مباشره هنايا معليش لانه ما عنديش هنا فين غنديرو. دونك غنديرو السميح لانه ما كاينش خليش الفراغ ديالو بزاف، ولكن فوالا. اذا عندنا اكس وعندنا اف بريم دو اكس وعندنا اف دو اكس. اذا مجال التعريف هو ان دومي بلس لانفيني، والامور خصكم ديما تركزوا عليها في مجال في عندما دير جدول التغيرات خاصك تقلب على مجال التعريف هو ان دومي بلس لانفيني. اذا الداله اف بريم تنعدم في النقطه واحد، عفوا في النقطه واحد. اذا قلنا بانه هنا هذه الداله عباره عن داله تالفيه سهله بانها تاخذ اشاره ا، هنا هنا اشاره ناقص ا فيهاش اشكال. اذا ليميت ديال بلس لانفيني هو بلس لانفيني، والصوره ديال ان دومي هي ان دومي، والصوره ديال ان هي زيرو. اذا هذا هو جدول التغيرات. نمشيو للسؤال الذي يليه. ديتيرميني ليكواسيون دو لا طونجونت دو اف او بوان 5 دومي. جينيرالمون ليكواسيون دو لا طونجونت سيكري دو سيت فاصون لا، اف بريم ان بوان اكس زيرو، تنديرو هنا اكس موان اكس زيرو بلس اف دو اكس زيرو. اذا بالنسبه لينا حنايا هي اف بريم بالنسبه ل 5 دومي، غنديرو هنا 5 دومي اكس موان 5 دومي بلس اف دو 5 دومي. اذا بطبيعه الحال غادي تقلبوا على الصوره ديال 5 دومي، وانا وجدتها لقيتها بانها هي ان دومي بلا ما نعاودو داك. دونك غنديرو اف بريم ديال 5 دومي لقيته كذلك هو ان دومي. هنا عندنا اكس موان 5 دومي بلس الصوره ديال 5 دومي هي لقيتها كذلك ان دومي. اذا هنا غادي نعطيو تعطينا هي ان دومي اكس موان 3 كار. دونك هذه هي ليكواسيون دو لا طونجونت او بوان 5 دومي. طبعا الحاله هذه تسهل لنا كذلك، تنقدروا نستعملوها في انشاء المنحنى. دابا الان تراسي لا كوب. تنجيو باش نتراسيو لا كوب، اول شيء خصنا نوظفوه هو ان المجال التعريف هو ان دومي بلس لانفيني، وقلنا بان ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس بلس لانفيني هو بلس لانفيني، ولقينا ليميت دو اف دو اكس سور اكس لقيناه هو ان، وقلنا بان الداله تقبل فرعا شلجميا اتجاهه المستقيم ايكغيك ايكالا اكس، ولقينا بان عند النقطه ا كاينه ان طونجونت هوريزونتال. اذا هاد الامور كلها والصوره ديال 5 دومي هي ان دومي. اذا الداله غتاخذ لاليوغ ديالها اللي هو هذا كالتالي. انا غنحاول نديرها مباشره تكون غتاخذوها. اذا هذه هنا هي تبدا من ان دومي، الصوره ديال ان دومي هي ان دومي، والصوره اف ديال 5 دومي هو 5 دومي هي ان دومي. دونك هنا بلوز او موان غتاخد الاتجاه ديالاش ديال إيكغيك إيكال إكس. دونك هنا بلوز أو موان. إذا هادي هي المنحنى ديال سي دو إف. إذا هاد الأمور هادو خاصكم تعودوا عليها باش تولو تانتوما كذلك تكون عندكم الأمور سهلة. إذا دابا الآن غنتقلو لسؤال آخر دائما تيطرح في الفروض وحتى في الإمتحان الوطني. سواجي لا ريستريكسيون دو إف sur 1 plus l'infini, هذا المجال اللي سميناه اي. montre que j'ai admis une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle j qu'on déterminera. بمعنى لتكون g قصور الداله اف على هذا المجال، اي اننا نورمالمون المجال ديال التعريف ديال اف هي 1 دومي بلس الانفيني، حنا نقتصروا فقط على المجال 1 بلس الانفيني. يعني الا رجعنا لجدول التغيرات غنقتصروا غير على هذا المجال ان بلس لانفيني اللي هو الداله كيفاش دايره تزايديه قطعا. اذا غادي نمشيو قال لك بين بان الداله تقبل داله عكسيه. اذا هنا خاصنا شروط، شنو هي هاد الشروط؟ ولا الشرط الاول هو ان لا فونكسيون جي ايتين فونكسيون كونتينو سور سون دومين دو ديفينيسيون اي اون بارتيكولير سور لانترفال اي. لا فونكسيون جي ايلي ستريكتومون كرواسونت سور اي. اذا هاد لي دو كونديسيون هادو تيخولوا لينا باش نقولوا بان جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك جي موان 1 ديفيني سور
ان انترفال جي كيني اوتر كو جي دو اي واللي هو صوره المجال. اذا غادي نرجع للمجال التعريف مجال دول التغيرات، الصوره ديال ان بلس لانفين شنو هي؟ هي زيرو بلس لانفين، اذا ما فيهاش مشكل. اذا بمعنى اخر ان جي موان زان نقدر نكتبها ترجمه رياضيا، فهي ديفين دو جي اللي هو صفر بلس لانفيني عند المجال الاخر اللي هو ان بلس لانفيني كي ا توت اكس في كوريسبوند جي موان زان دو اكس ايغال ا ايغريك. سؤال كالكولي جي ديال 5 دومي، بطبيعة الحال جي 5 دومي لقيناها قبيلة، جي دو 5 دومي لقيناه هو 1 دومي، دونك كومون تغوفو جي موان زان بريم بصفة عامة ديال واحد نقطة اكس زيرو، اش نديرو؟ هي 1 سور جي بريم ديال جي موان زان دو اكس زيرو. هاد الأمور خاصكم تحفظوها. إذا بالنسبة لينا حنا غنطبقوها هنا، جي موان زان بريم ديال 1 دومي ني أوتر كو 1 سور جي بريم ديال جي موان زان ديال 1 دومي. إذا إلا كان جي دو 5 1 دومي هو 1 دومي، صافي جي موان زان دو 1 دومي شنا هي؟ هي 5 دومي. دونك هنا جي بريم قالك هنا جي موان زان، شوف واش السؤال، جي موان زان ديال 5 دومي هنا عند النقطة، عفوا هنا إكس زيرو خدا هي 5 دومي، دونك 1 دومي جي موان زان دو 1 دومي سي بيان سا. دونك غنديرو هي جي دي 5 دومي هي 1 دومي، دونك جي موان زان ديال 1 دومي شناهي هي؟ هي 5 دومي. دونك غندير هنا 1 سور جي بريم ديال 5 دومي اللي هي ماذا؟ هي 1 دومي، دونك صافي سافا دوني 2. دونك هذا سي ابليكاسيون دو كالكول تو سامبل. إذا بين سؤال 8 مونطري كو جي دو إكس إيكال أسا، دونك هنا إيسوفي دو باغتيغ دو لا. Vous allez faire 1 demi racine de 2x moins 1 moins 1 au carré. C'est quoi? C'est 1 demi. Donc, on dit x au carré, ça donne 2x moins 1 plus 1 moins 2 racine de 2x moins 1. Donc, 2x sur x, il y a x moins racine de 2x moins 1 qui n'est autre que g de x. C'est très simple. Et donc, je vais vous poser une question. Dans le cas, باش نقلبو على جي موان زان دو اكس. دونك دابغي سو كو نو زافون ديجا اكري سور لانترفال، دونك اكس جي دو موان زان دو اكس ايكال ا ايكغيك، جو في اكري سا. دونك جي موان زان دو اكس ايكال ا ايكغيك سي ايكيفالون دير كو اكس ايكال ا جي دو ايكغيك، سوسي ايكيفالون دير كو اكس ايكال ا ايكغيك موان راسين دو 2 ايكغيك موان زان. اي كوم ايكغيك moins 2 racines de y, d'après ce que nous avons fait, c'est 1 demi racine de 2y moins 1 moins 1 au carré. Je peux l'écrire de cette manière-là. C'est-à-dire que 2x égale 2y moins 1 moins 1, le tout au carré. Autrement dit, si je passe à la racine carrée, et là, il faut faire attention. Donc ça veut dire que racine de 2x, les nx, d'après ce que nous avons déjà écrit, donc la x est positif, donc on n'aura pas de problème. Donc en passant à la racine carrée, donc racine de carré, elle sera égale à la valeur absolue de 2y moins 1 moins 1. Ça signifie quoi? Donc, que racine de 2y moins 1 moins 1 égale à racine de 2x, ou bien 2y moins 1 moins 1 égale à moins racine de 2x. C'est-à-dire que racine de 2y moins 1 égale à 1 plus racine de 2x, ou bien 2y moins 1 égale à 1 moins racine de 2x. Donc normalement, ça n'a pas de problème. عندنا x appartient à 0 plus. Sachez le cas, n x appartient à 0 plus l'infini. Donc si je prends par exemple x égale à 1, donc 1 moins racine de 2, c'est quelque chose de négatif. Et ça ne peut pas être négatif, donc on doit éliminer. Donc ça, à éliminer. Donc à éliminer. Pourquoi? Il suffit de prendre x égale à 1 pour voir que celle-ci est négative et ceci ne peut pas être négatif. Donc qu'est-ce qu'il va nous rester? Il nous reste racine de 2y moins 1 égale à 1 plus
racine de 2x. Ça veut dire que 2y, j'ai au carré, c'est 1 plus racine de 2x, le tout au carré. Autrement dit, 2y égale à 1 plus racine de 2x au carré. Et finalement, y qui n'est autre que g moins 1 du x sera égal à 1 demi, 1 plus racine de 2x au carré. Donc, qui veut effectuer la traversée, il va y faire le calcul de la machine mouchkine. اللي بغا يخليها بحال هكا يخليها بحال هكا. هذا هو بقى لنا السؤال الاخير هو تراسي سي موان زان. اذا هذا السؤال دائما تيطرح. اذا باش نتراسي سي موان زان خاصنا ناخذ هذا كمحور تماثل بطبيعه الحال. اذا تلاحظوا بان جي دو ان هنا شناهي؟ جي دو ان هي الصفر، غتولي جي دو صفر شناهي؟ هي واحد. هذه كانت طونجونت اوريزونتال غتولي طونجونت فيرتيكال. هذه الامور مهمه جدا لان قليل اللي تستعملها وقليل اللي تديها فيها. اذا خصكم تخدموا هذه الامور هذه. بالنسبه للجي دو ان دومي هي ان دومي دوك تبقى دوز من هنا. اذا هنا كانت عندنا قلنا بان واحد القضيه ما نسينا ما درتهاش وهي انه قلنا على ان دومي بان لا فونكسيون ني با ديريفابل او بوان ان دومي ستادير ان ادمي ان دومي تونجونت فيغ لو با خاصني نورمالمون نشير ليها هنايا في لاكور. اذا هنا اللي كانت هذه فيغ لو با هنا غتكون عندنا الفيرتيكال غتكون عندنا اوريزونتال طبيعة الحال. إذا لا كورب كيفاش غتولي؟ جي دو 5 دومي قلنا هي ان دومي غتولي جي دو ان دومي هي 5 دومي. دونك هنا 2 تقريبا هنا 2.5 سي الصورة ديالاش ديال ان دومي تقريبا غدوز من هنا. إذا هنا غنعطي لا كورب باش تطمني أغلى. إذا غتمشي دايرة لا كورب دايرة بحال هكا طبيعة الحال. لو كانت عندي هنا بابي ميتا غادي تخرج داك الشرف غتخرج مزيانة. إذا ولكن هنا غادي نحاولو غير بو فو دوني لالوغ دو لا كورب وغتمشي كذلك في اتجاه هاد. إذا كتلاحظو بأنه تقريبا بلوز أو موان هذا سابوبوزونت أن أكس دو سيمتري. إذا هاد تنظر بأنني كملت هذه الأسئلة اللي كاينة. إذا رأيت بأن هذا الموضوع هذا بطبيعة الحال عجبني ولقيت بأنه موضوع شامل وحاولت نتقاسمه معكم إن شاء الله. إذا تنصحكم باش تعودوا هذا التمرين هذا مرات عديدة حتى تتمكنوا بطبيعة الحال من استيعاب المحتوى ديالو. وما تنساوناش بطبيعة الحال من المشاركة ديالكم ومن تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. إذا إلى ذلك إلى حصة مقبلة إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.